فير بلاي نحكيو على جلسة العمل الانتخابية للجي اس كا اليوم، موعد فتح باب تقديم الترشحات لرئاسة الجمعية. باش ناخذوا التفاصيل من عند مراسلنا في القيروان عم مجيد جبيلي. مجد اهلا بك. مرحبا بك سلام، تحية لكل السادة المستمعين. بطبيعة الحال اليوم النهار الأول في بعد ما فتحت بعد الحال الترشحات لرئاسة الهيئة المديرة اللي في شكل قائمات. بطبيعة الحال فريق الشباب نزل للرابطة الثانية، انسحب البارح مع نجم المتلوي من نطاق الكأس يعني، وتحضيرات في الكواليس نجم نقولوا بالنسبة لمشكون مش يترشح قدم ترشحه لرئاسة الشباب اللي نهار 20 نهار لحد 20 جوان في المركب الثقافي في القروان، الجلسة العامة الانتخابية والعادية فهمش تكون عادية من الأول ثم انتخابية، والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لحد الآن سام فمش جديد يعني، ثم بعض الكواليس ثم بعض الحديث أخبار في الشارع الذي يكون ولا ثم قائمة باش تقدم ترشحها لرئاسة الشباب. لكن اليوم تعرف اليوم أول نهار، ربما في النهارين الاخرين لما حالة ممكن تتقدم قائمة. الكلام على قائمة مراد القدية حكى ولا المراد القدية؟ حتى كنت في الاتصال معاه الصباح، قال لي ممكن عنده النية باش يقدم الترشح، ولكن إلى حد الآن ما هوش معناتها الأخبار الصحيح أو ربما مش قرار يعني نهائي معناه مش قرار نهائي، لكن هو أبرز لما حالة ثم أخبار منذ مدة تقريبا عنده جمعتين ثلاثة، ثم قائمة بشير الأحمر المسؤول السابق لفريق الشبيبة معه بعض الأسماء الأخرى يقولوا أن هي يعني ربما مش نعطيك أنا سكوب في العملية، وأنه تقريبا القائمة الأبرز مش تكون هي مكرمات كل واحدة ولا الأبرز لرئاسة الشبيبة في المرحلة القادمة إذا كانت تواصلت، إذا كان معناتها تقدمت رسميا، ولو أني قاعدة تحذيرات على قدم مجيد. علاش ديما انتخابات الشبيبة مربوطة برائحة السياسة موجودة فيها ديما؟ وذلك علاش انت حتى على مواقع التواصل الاجتماعي الناس كلها الاحباء الشباب كلهم في الحقيقه قاعدين ينبهوا على بعضهم، وانه قالوا لهم المره اللي فاتت انتخبوا سوما زوز احزاب يتصارعوا على رئاسه الشباب، هاكم شفتوا للشباب فين 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 معناتها نهايه الامر ونوصل وصلت بها السياسه، ردوا بالكم يعني تنتخبوا السياسيين او الاحزاب اللي ربما مش تشارك في القائمه هذيك. مع الاسف السياسه دائما تبقى. شكرا لك يا سامي، تيك صحه. شكرا لك عم جبيلي على كل هذه التفاصيل اللي تابعها بخصوص انتخابات الشبيبه. شكرا من السياسي في الاخراج، ايضا تقوى المدوني في الاخراج الرقمي. اجمل تحيات اسلام المد.